في حلوق تطلع معهم لحم من شحمة الأذن مثل ما روى بعض من ضل على قيد الحياة لاحقا. بعد ما تم اعتقال العشرات من أبناء الضيعة ونهب البيوت، اتقصد الجنود إنهم يسرقوا حلق البنات والنساء هن ومعلقين بأذنيهم. كانت إحدى العلامات الفارقة بالإجرام والتعذيب بهيدي الحادثة، لدرجة إنه في حلوق تطلع معهم لحم من شحمة الأذن مثل ما روى بعض من ضل على قيد الحياة لاحقا. قبل مجزرة حولة بيوم واحد، يعني بـ30 تشرين الأول 1948، صار مجزرة أكثر شناعة بضيعة لبنانية تانية هي صالحة، أو بالعامية صالحة. بهالمجزرة عدد الشهداء معروف 105، بس الأهم من عدد الشهداء بهالمجزرة هو طريقة التعذيب وكيفية السرقة والقتل. صالحة ضيعة لبنانية، بس بعد سايس بيكو اتنازلت عنها فرنسا لبريطانيا وصارت جزء من فلسطين. هي وحدة من القرى اللي تسمى اليوم بالقرى السبع. قررنا نحكي عنها ببرنامج وثيقة قتل بالسلسلة المخصصة للمجازر الإسرائيلية بلبنان، لإيماننا إن قرية لبنانية وإنه أهلها اللي أخذوا الجنسية اللبنانية فور انتهاء الحرب الأهلية وما عوملوا كلاجئين هن لبنانية أبا عن جد. قصدت عصابات الهاغانا تفوت على بلدة صالحة بعد ما عملت مجزرة قبل بساعات بقرية محاذية لإلها، هي قرية السعسع، لأن هالشي رح يثير الرعب بالبلدة ويمنع القتال. وهيدا اللي صار. وأول ما وصلت هالقوات على البلدة، رفع الأهالي العلم الأبيض منعاً لحصول مذبحة وخسائر بالأرواح. لكن هالشي ما منع الإسرائيلية من ممارسة إجرامهم. دغري بعد دخول الهاغانا وتحديداً قوات اللواء السابع المعروفة بشيفع، جمعت الأهالي بساحة من ساحات البلدة وبلشت عملية نهب المنازل بشكل منظم. وبعد السرقة هجموا العناصر على نساء القرية اللي كان الخوف مسيطر عليهم، وسرقوا لهم المجوهرات اللي كانوا لابسينها، حتى الحلق انشمط من دينيهم وكان آخر همهم التشويه اللي لحق أذن النساء، لدرجة إنه في أجزاء من شحمة الأذن بقيت معلقة بالحلوق المسروقة. وهيدا اللي تفاخر فيه الإسرائيلية لاحقا. بعد عملية السرقة نفذت قوات الإسرائيلية إبادة جماعية موصوفة، بعد ما جمعت حوالي 80 شخص من أبناء البلدة بالجامع اللي تفخح بكمية هائلة من المتفجرات. بكبسة زر تفجر فوق رؤوس المحتجزين بداخله. ما اكتفت قوات الهاغانا بهالمجزرة، رجعت اعتقلت 25 شخص من البلدة وأعدمتهم رميا بالرصاص. صالحة اليوم هي مستوطنة أفيفيم، المستوطنة اللي عمل فيها حزب الله آخر عملياته قبل سنتين، وهي محاذية لبلدات لبنانية عدة من مارون الراس. صالحة وغيرها من القرى السبع رح تكون وحدة من المشاكل الأساسية بالمرحلة الجاية، خصوصاً إنه ممكن تطلع تحليلات تقول إن أرض لبنانية لا يمكن التنازل عنها، على اعتبار إنه سكوك ملكية الأراضي هي لبنانية وأهالي الضيع لبنانية أباً عن جد. فهل رح تكون مزارع شبعة جديدة؟